للمطرب فاندام. دايما ولا حركة. البنت دي هتموت محروقة رسمي. ولا حركة يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده، ما تسيبوش رقم 4. ما تسيبوش، فين الباك؟ فين الباك؟ خبر الشغل عميقة. حلقة الدم اللي احنا فيها دي مصورة. ايه ده، التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا عايزين قلبت الابد يا عم. هات ريموت كنترول، هات ريموت كنترول يا اخي. ده انت ادم خرعه يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي، مش هتطلع، مش هتطلع. بابا لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه تانية. شادي وفي القائم. وبعدين كره ميته، خلاص ميته. سيب وده في حته ميته. يا حاضري ده في حته ميته. طب سنتر بقى، سنتر بعدين بقى في حرقه الدم دي. اه اهو 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 حاضري يا كي امواه. حلو. جول. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجة مهمة. الموضوع ببساطة ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها. بس بقولك ايه، انا عصابي تعبانة. تفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى لو سمحت. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخة، وهات لي انا ربع بمبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طعم صح. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله. انا همشي على المسار اكيد. يا ليلى طب المنبار. يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجه. يا ليلى ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصه؟ كان 14 بوصه. 750 على كان 14 بوصه؟ تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركم غاليه قوي. دي اسعار حكوميه وعليها ضريبه مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدلة دي يا ميدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي تلاجة 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب الاربعة نشرب منهم من اول عيال. وانا بجهز عروسة يا جدعان. انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخذ وعطى، اتفضل. ايه ده؟ ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده؟ طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في نظارة بتاعتي هنا. دور عليها. النظارة اللي استلمت التانية. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل. الصوت ده مستحيل مستحيل.
معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي انا ليه بتعلي صوتك ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي عصب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب روحي اوضتك اسمه كلام. لا لا معلش 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 ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش اول مره اترفض. يا سلام بجد. رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو يا عزوز قربت انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره بره برا. انت مؤدي صوتك برا. مؤدي فظيع. استغفر ليه كده ليه كده ليه؟ انت هتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك ايه يا بابا؟ بتضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك. انا هوري خد خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده ايامك سودا يا اختي. قبيله خالص يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في ناهد اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. ناهد بنت ناس وطيبه ومتربيه. وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر اذا رخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضري مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. قادر يا كريم يا رب. ماما بتتكلم يا واد.
تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجة؟ في امانة عندكو وجايين ناخدها. امانة ايه؟ انت عملت ايه يا تاني؟ والله بابا ما عملت حاجة. امانة ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعة؟ عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش عارفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ميدو؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه. هدى انا ميدو. هاي كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. نسيت اعرفك ميدو صاحب رمزي. اهلا اهلا خوف. وائل الباي فريند بتاعي. وباباك يعرف الموضوع ده؟ لا طبعا. ها قلت ايه؟ مش وقت الكلام ده بقى. تعال معايا عشان خاطري. انا مش عارف ازاي انت بتفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي ما حدش واخد باله. مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي؟ يا راح تعمل ايه مع القطه ده؟ فنجانك انهي فيهم ده؟ دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها ان بعض الظن اسم. هاي استاذ بوي فريند. ايه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هدى قومي نور وسيك من كلام الفاضي ده. عشان خاطري سيبنا شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه؟ يعني تكون حاجه كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده. كملي. في تعبان في حياتك ملازمك على طول. مش قلتلك؟ اهو. لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده
موجود بيناتكم هنا؟ ما هو هو واهل. اه عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقول لك ايه، ما يغركش الشياكه اللي انا فيها، انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله، الهديه. لا الهديه مش